معنا عبر الهاتف من الرياض خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أستاذ خالد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. يعني الرقم الذي ذكر في بيانكم وهو قرابة 145,000 طلب، هل يعني أنه ما زال معلقا حتى الآن ولن تودع فيه المبالغ يوم غد؟ مساء الخير أستاذ عمر، مساء الخير للمشاهدين. طبعا احنا نعلن باستمرار ان هناك يعني تلقي طلبات، الطلبات كما تعرف ويعرف الجميع انها مفتوحة، اي وقت يستطيع الفرد او الأسرة ان تسجل في اي لحظة، فبالتالي هناك طلبات ما زالت تحتاج الى النظر فيها والتأكد منها. فالطلبات الموجودة حاليا 145,000 هي كانت طلبات تتعلق في المستندات، فهذه الطلبات يتم معالجتها حاليا وسيتم أيضا يعني النظر فيها واتخاذ يعني الإجراء المناسب. طبعا هناك من يتم يعني دفع المستحق له بأثر رجعي، وحنا أيضا وفرنا في حساب المستفيد في داخل البوابة الإلكترونية أيقونات يعني واحدة متعلقة في تقديم الاعتراض إذا كان يتعلق في الشروط الأهلية، وأخرى تتعلق في تقديم الشكوى إذا كان في من قيمة الاستحقاق. وكل هذه الطلبات تنظر أول بأول ويتم صرفها للذين يعني فعلا يبان أنه مستحقين وطلبات تكون مكتملة يتم الدفع لهم بأثر رجعي. طب هل الدفعة هذه شملت أي تغييرات بعد يعني تطور القيمة المضافة وتطبيقها على الأرض وارتفاع أسعار الوقود كذلك؟ هي الدفعات نفسها، الدفعات ما تتغير. احنا هي ستراجع كل 3 أشهر، ولكن هل طرأ عليها تغيير في الدفعة الثانية؟ هو طرأ زيادة المسجلين، هذا اللي يكون طرأ على الدفعة مثلا، او يكون تغيير في حالة المؤهلين يعني حسب حالتهم الاجتماعية اذا تغيرت. اما ما يتعلق في القيمة الاستحقاق زي ما هي في الدفعة الاولى، وسوف تستمر حتى يتم مراجعتها زي ما ذكرت كل 3 أشهر من قبل. كم وصل عدد المشتركين أو المستحقين حتى الآن؟ وصلنا إلى 11 مليون حاليا، طبعا منهم حوالي 3 ملايين أسر، مجموع أسر، وحوالي 8 مليون تابع. فالدفعة أو الإجمالي المسجلين حاليا ومستحقين 11 مليون مستفيد. طيب الناس يشتكون أستاذ خالد من أنه لا يوجد تجاوب لشكاوى المواطنين على حسابكم في تويتر، طبعا بعد أن عاد من محاولة التهكير. لو ترجع الآن للحساب الآن ستجد على مدار الدقيقة الرد، بس ما شاء الله حجم الطلبات والاستفسارات كثيرة. أي حساب تقصد؟ في حسابين عندكم، في حساب المواطن وفي حساب الكير أو العناية بالعملاء. نعم، خدمة خدمة العملاء. لو تلاحظ الردود حتى الآن تجدها على مدار الدقيقة أو الثواني يتم الرد، فالرد عاجل جدا. ولكن زي ما ذكرت لك هو أعداد المستفيدين الآن قاعدين حتى نوسع من عدد العاملات في قنوات التواصل، يتم الرد بشكل أكبر، ولكن الرد مستمر. ولو لاحظتها يعني خلال الدقيقة ما نتأخر. أما الحساب رسمي فهو كما هو معروف أنه يرسل البيانات والإنفوغرافيك ولا يرد على العملاء. شكرا لك وشكرا لتجاوبك دائما معنا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.